بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا هنشرح موضوع جديد اسمه الفريمز، ودي تحت الستراكشر اناليسيس. معنى كلمة فريمز معناها مجموعة من الريجيد بوديز متوصلة ببعضها بانترميديات هنج. ايه اللي انا بقوله ده وايه اللي مطلوب مننا في الجزء دوت نفهمه، ده اللي احنا هنبدأ نمسكه نقطة نقطة في الفيديو ده. اول حاجة انا محتاج ايه عشان اخش التوبيك دوت؟ انا محتاج old skills، دي مهارات اساسية لازم ابقى عارفها قبل ما اخش التوبيك دوت. طب ايه هي old skills ديت؟ اول حاجة لازم تكون بتعرف تعمل resolution for the inclined force، يعني الحالات اللي احنا اخدناها، لو انا عندي force بتعمل مع الهوريزونتال انجل ثيتا، الريزوليوشن بتاعها يختلف عن ان يكون عندي force وبتعمل مع الفيرتيكال انجل ثيتا، او الحالة التالتة ان انا يبقى عندي force وحطيت لي هو مثلث كده ابعاده هي A و B و C. ريزوليوشن كل واحدة من دول هيختلف، يعني الاولانية هيبقى هنا في F كوساين ثيتا وهنا F ساين ثيتا. طب ديت هنا هتبقى F ساين ثيتا وهنا F كوساين ثيتا، وهنا هيبقى عندي F مضروبة في A over C، وهنا F مضروبة في B over C. تاني سكيل لازم أكون عارفها هي المومنت about point، المومنت of force about point. المومنت about point بيساوي بلس اور ماينس الفورس ديت تايمز البربنديكولار ديستانس دي، والبلس لو كانت الفورس بتدور عكس عقارب الساعة، والماينس لو كانت الفورس بتدور ايه مع عقارب الساعة. وعشان نخلص من حتة اتجاه الروتيشن، قلنا ان لو دي البوينت فتبقى الفورس في موضع من أربعة، ممكن تبقى في البوزيشن ده أو البوزيشن دوت أو تحت الفورس أو إيه شمالها، أدي F3. لو كانت الـ F1 يبقى البعد ده D1 بتاعها، أدي البعد D2، وأدي البعد D3، ودي كده إيه D4. تالت حاجة لازم نكون من الاولد سكيلز عارفينها هي الفري بادي دايجرام. فري بادي دايجرام، قلنا ان رسم الفري بادي دايجرام محتاج مني ان انا اعرف مجموعه من السبورتس رياكشن، سبورتس رياكشن، والانواع اللي هنحتاجها في التوبيك دوت هي البين اللي هو ساعات بنسميه هنج، والرولر، واوقات قليله قوي الفيكسد سبورت. بالنسبه للبين ادي رسمته اهي، بالنسبه للرولر فادي رسمته على مجرى مايلة هيبقى انجل ثيتا، والفيكس سبورت يعني مسمار كده ومتثبت ليه في الارض. دول التلات ايه التلات انواع اللي محتاجهم في الجزء ده. لو كان السبورت عندي هو بين، في الحالة دي يبقى الرياكشن ار اكس وار واي، ار اكس ناحية اليمين وار واي لفوق،
لو كان رولر يبقى الرياكشن بيربنديكولار على السطح اللي انا ساند عليه، يعني الانجل دي هتبقى برضو ايه ثيتا. ولو كان فيكسد سبورت يبقى عندي ار اكس وعندي ار واي وعندي كمان ايه مومنت. يبقى دول الثلاث انواع من السبورتس اللي انا ايه هحتاجهم في الجزء الجديد ده عشان ارسم فري بادي دايجرام. دي كده الاولد سكيلز. طب ايه هي النيو سكيلز بقى اللي انا محتاجها عشان التوبيك دوت؟ قال لي محتاج تعرف مزيد من السبورتس. اول نوع اسمه تو فورس ممبر، تو فورس ممبر اختصاره تي اف ام. ايه التو فورس ممبر ده؟ ده ممبر اندر اكويليبرم تحت تاثير تو فورسز. يعني ممكن يبقى الممبر مشدود، في الحاله دي الفورس تبقى عامله كده، بنقول هنا اندر تنشن، او ان هو يكون اندر كومبريشن. اهو اندر كومبريشن. طبعا عشان البادي يبقى ايكوليبريم لازم التو فورسز دول يبقى ايكوال، يعني هنا لو فورس بي يبقى هنا نفس الفورس بي، وهنا وهنا نفس الكلام تنشن اور كومبريشن. تاني حاجه محتاجين نتعرف عليها جديده هي الانترميديت هنج. انتر ميديت هنج ده ايه ده بقى؟ قال لي ده مسمار يربط جزئين معا، يعني مسمار رابط تو ريجيد باديز مع بعض. شكله عامل ازاي؟ تعالوا كده نرسم رسمة توضح ده. ادي ممبر وادي ممبر تاني ورابط ما بينهم الانترميديت هنج اللي انتوا شايفينه ده. يبقى المسمار الصغير ده اسمه ايه؟ انترميديت هنج. قال لي ده لو فكيت الجزئين عن بعض وحبيت ترسم فري بادي دايجرام، فاللي ترسمه في الشمال ترسم عكسه في اليمين. يعني انا لو جيت هنا رسمت على الجزء اللي على الشمال ار اكس ناحيه اليمين و ار واي لفوق، اقوم جاي في التاني وراسم ار اكس ناحيه الشمال والار واي لتحت. بصوا عكس بعض ازاي، يترسموا عكس بعض عشان لما اضمهم الار اكس تطير الار اكس والار واي تطير الار واي. يبقى دول حاجتين انا محتاجهم عشان ادرس مسائل الفريمز. طب مسائل الفريمز دي شكلها ايه؟ تعالوا نتعرف على اشكال الفريمز من خلال المسائل اللي جايه ونشوف هنتعامل معاها ازاي كطريقه حل. في المساله ديت بيقول لي ذا ليفر اي بي سي، اي بي سي از بين سبورتد ات اي. يبقى معنى كده ان عند نقطه ايه اللي موجود في مين؟ في بين اي. طبعا عارفين خلاص الرياكشن بتاعه. اند كونكتد تو ا شورت لينك بي دي. البي دي ده شورت لينك. شورت لينك يعني ايه؟ يعني تو فورس ممبر. طيب الشورت لينك ده الشون ان ذا فيجر، بيقول لي اف ذا ويت اوف ذا ممبرز از نيجليجبل. احنا كده كده مش هنجيب اوزان عشان ما نلخبطش الدنيا. السؤال بيقول لي determine the force of the pin on the lever at A. السؤال ده معناه ان هو عايز الرياكشن اللي عند الA. بيقول لي هات لي الR A. الناس اللي عندها مشكلة في الترجمة، هي دي الترجمة، عايز الفورس عند البن A يبقى عايز قيمة الR A. طيب اعمل ايه عشان احل النوع ده من المسائل؟ المسألة دي كده جسمين متوصلين ببعض، الـ ABC متوصل بالـ BD،
بصوا كده المسميات، تعالوا كده نمسك المسميات بتاعتنا. الاي ده اسمه بن اي، الفورس الربعمية دي اسمها اكسترنال لود، البي موصل جسمين ببعض يبقى اسمه انترميديت هنج. والبي دي ده هنشوف اسمه دلوقتي بعد ما ندور عليه. اول حاجة، اول ستيب 1 في النوع ده من المسائل، قال لي سيرش فور تو فورس ممبر، دور على التو فورس ممبر. طب انا في المسألة دي عندي جسمين، عندي الممبر اللي هو A B C، وعندي الممبر اللي هو B D. الممبر A B C عنده كام فورس؟ تعالوا نعدهم. عنده الرياكشن اللي عند الـ A، وعنده الرياكشن اللي عند المسمار B، وعنده الفورس اللي هي 400. دول كده ثلاثة. طب تعالوا نمسك الممبر B D، عنده الرياكشن اللي عند البي، وعنده الرياكشن اللي عند الدي. ايه ده؟ دول كام فورس؟ دول اتنين. يبقى ده كده يعتبر تو فورس ممبر. اديني لقيته، لقيت ان الممبر بي دي ده تو فورس ممبر. عرفته ازاي؟ عديت الفورسز اللي موجودة عليه. الخطوة التانية ستيب 2، قال لي ارسم الفري بادي دايجرام فور اتش ممبر. ايه ده؟ ده احنا هنفك بقى الاجزاء من بعضها. ستارتنج ويز التو فورس ممبر از اندر تنشن. ايه الكلام ده؟ هنيجي في ورقة الحل بتاعتنا ونرسم التو ممبرز مفكوكين. يعني ادي اهو الممبر اللي هو A، وهنا B، وهنا C. ده واحد، واجي كده بعيد عنه بشوية وارسم الممبر بي دي، او ادي نقطة بي تاني وادي نقطة دي. انت قلت لي ان انا ابدأ في رسوماتي بالتو فورس ممبر، وانا عرفت ان البي دي ده تو فورس ممبر، وقلت لي ارسمه افرض ان هو مشدود، فانا هم جاي موصل اطراف الممبر ببعضها بخط كده وهمي، خط داش ده اهو، واجي على امتداد الخط ده ارسم تو فورسز عكس بعض اهي، ومن الناحية التانية نفس الكلام. وطبعا هنا الفورس هنا قد هنا، فتعالوا نسميها سوا اف بي دي، وهنا برضو اف بي دي. يبقى الفورس اللي هنا عند البي مساوية للفورس اللي عند الدي وعكسها. يبقى انا بدأت الرسم الفري بادي جرام بمين؟ بالتو فورس ممبر. تعال نروح بقى للممبر التاني، وكل واحد بنوعه. اول حاجة البن ايه؟ احنا حافظين بقى البن من الاكوليبرام اوف ريجيد بادي، يبقى هنا في اي اكس وهنا في اي واي. رسمت الاي اكس يمين والاي واي اللي فوق. عند سي في فورس 400 اهي، 400 نيوتن. طب عندي بي، عندي بي ده انترميديت هنج، يعني اللي رسمته ارسم عكسه. فانا عند البي رسمت اف بي دي لفوق، يبقى عند بي التانية هرسم اف بي دي لتحت اهو، اف بي دي. طب دلوقتي انا لو رحت على الرسمة الاصلية
وعملت خط موصل للبيبل دي، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الخط ده بيميل بزاوية 45 درجة، لان 2 من 10 و2 من 10 تديني زاوية 45. يعني معنى كده ان الاف بي دي ديت بتميل بزاوية كام؟ 45 درجة. عايش، تعالوا نرسم الفورس اتمسحت اهي. الزاوية كانت كام؟ كانت 45 درجة اهي. واضح ان الاف بي دي مايلة، فهنعمل لها ريزوليوشن بس لما نبدأ نوصل لها. وخلي بالك كمان ان الرياكشن اللي عندي البي هو نفسه الرياكشن اللي عندي الدي هو نفسه الفورس اف بي دي. عشان لو جه الراجل بعد كده طلب منك الرياكشن عند البي والدي هو نفسه مين؟ الاف بي دي. طب اديني رسمت، فكيت كل جزء لوحده وبدات بالتو فورس ميمبر، فرضت ان هو مشدود، بعد كده درست الايه؟ الريجيد بادي الثاني. البين عنده اكس واي واي، حطيت ال 400 والبي ده انترميديت اللي رسمته هناك اعكسه هنا. اعمل ايه بعد كده؟ الخطوه الثالثه، الخطوه الثالثه ستيب 3. قال لي استادي the part of three unknowns. شوف كده ايه الجزء اللي عنده ثلاث مجاهيل. طب ده التو فورس ممبر عنده اثنين. لا، ما تدرسش التو فورس ممبر، ادرس اللي عنده ايه؟ ثري unknowns. طب احنا لو بصينا للممبر اللي هو اي بي سي، الممبر اللي هو A B C هن عنده كام انون بقى؟ عنده ال AX مش معروفة، وعنده ال AY مش معروفة، وعنده ال FBD مش معروفة. يبقى دول كده كام؟ 3 unknowns اهو. بس انت بتقول لي ادرسه، هو يعني ايه ادرسه؟ ادرسه يعني ادرس الايكوليبرم بتاعه. يعني اجي اطبق الثلاث معادلات سيجما مومنت عند السبورت اللي هو ايه؟ الناس ترجع بقى للمحاضرة الإيكوليبرم اوف ريجيد بادي ان 2D. سيجما مومنت اباوت الـ A ايكوال زيرو، أخدت البوزيتيف عكس عقارب الساعة. السيجما فورسز على الـ Y ايكوال زيرو، أدي الـ Y اللي فوق أهو. السيجما فورسز على الـ X ايكوال زيرو، وأدي البوزيتيف ناحية اليمين. تعال نشوف كل معادلة هتودينا لفين. محتاج أعمل ريزوليوشن، يلا بينا نعمل ريزوليوشن. أهو آدي آدي السبورت، سوري آدي آدي الانترميديت هينج. هاجي كده أقول في اف بي دي ساين 45، وهنا اف بي دي كوساين 45. خلاص مش عايزين الفرص المايلة دي، مش عايزين نشطب عليه. يلا بينا ناخد المومنت عند الـ A. لما اخد المومنت عند الـ A هلاقي الـ FBD ساين بتلف عكس عقارب الساعة، يبقى FBD ساين 45 في بعدها اللي هو 1/10، يبقى تايمز 1/10. الـ FBD كوساين 45 في بعدها اللي هو 2/10. بعد كده ماينس 400 في بعدها عن الـ A اللي هو 5/2، يبقى 5/10 زائد 2/10، كل ده ايكوال زيرو. جبنا مين؟ جبنا الـ FBD. الـ FBD دي احتمال حاجة من الاتنين، يا تطلع بوزيتيف يا تطلع نيجاتيف. لو طلعت بوزيتيف، احنا خلي بالك كنا فرضين الممبر ده ايه؟ اندر تنشن. فلما تطلع بوزيتيف معناه ان فرضنا صح، يبقى هي اندر تنشن. طب لو طلعت نيجاتيف يبقى هي اندر كومبريشن.
يبقى احنا عندنا احتمالين، يا اما مضغوط يا اما مشدود. ده بالنسبه للسيجما فورسز، السيجما مومنت اباوت الاي. طيب سيجما فورسز على الواي، تعالوا نروحها للكتابه كده، سيجما فورسز على الواي ايكوال زيرو. ايه الفورس اللي على الواي؟ اي فورس فيرتيكال اللي هي اي واي بعد كده ماينس اف بي دي ساين 45 ايكوال زيرو. الله، ده احنا من هنا جبنا قيمه الاي واي. ما انت خلي بالك الاف بي دي انت جبتها. سيجما فورسز على الاكس، سيجما فورسز على الاكس ايكوال زيرو، ادي البوزيتيف ناحيه اليمين. مين الفورس اللي على الاكس؟ تعالوا نمسك المنبر كده، هلاقي فيه اي اكس، هلاقي فيه ماينس اف بي دي كوساين 45 وفي بلس 400. كل الكلام ده ايكوال زيرو، من هنا جبت قيمه الاي اكس. لو كان طالب الهوريزونتال والفيرتيكال كومبوننت بتاعت الرياكشن عند الاي يبقى انا جبتهم، لكن راجل طالب ايه؟ طالب الفورس في البن، يبقى لازم اعمل خطوه اخيره اقول له ان الفورس اللي عند الاي اللي هي ار اي يعني عباره عن الاي اكس سكوارد زائد الاي واي سكوارد، كل ده تحت الايه؟ تحت الروت. يبقى انا عملت ايه عشان احل المساله دي تاني؟ دورت على التو فورس ممبر بإني عديت الفورسز على كل ممبر، لقيت الممبر بي دي عنده 2، بعد كده فكيت كل جزء لوحده، بدأت بمين؟ بالتو فورس ممبر، وفرضت إن هو أندر تنج، بعد كده عملت إيه؟ الإنترميديت هنج اللي رسمته هنا عكسته هنا، وبعد كده درست البارت اللي عنده 3 أنونز، فلقيت الممبر إي بي سي عنده الإي إكس مجهولة، الاي واي مجهوله والاف بي دي مجهوله، اخدت مومنت واي واكس. مساله كمان نطبق عليها نفس الخطوات، بيقول لي ايه؟ عايز يعرف ديتيرمن ذا هوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننتس اوف ذا فورس ويتش اكزيرتد ات سي بين سي. طبعا خلاص بقى كلمه هوريزونتال يعني سي اكس، وكلمة vertical يعني سي واي، وكمان عايز يعرف الفورس اللي في الممبر اللي بتأثر exert on the member BC of the frame. ده الراجل حتى قال لي ان هو فريم لوحده. انت قلت لي يا دكتور تعالوا كده راجع الخطوات، قلت لي اول حاجة دور على التو فورس ممبر. انا عندي ايه؟ عندي الممبر اللي هو AB، وعندي الممبر اللي هو بي سي. تعالوا نعد كده سوا، الممبر اي بي عنده الرياكشن اللي عند الاي وعنده الرياكشن اللي عند البي، الممبر بي سي عنده الرياكشن اللي عند البي والفورس الالفين والرياكشن اللي عند السي. ايه ده؟ يبقى الاولاني هو مين؟ هو اللي تو فورس ممبر. الخطوه اللي بعد كده قلت لي افك كل جزء لوحده، ماشي، ادي الممبر اللي هو بي سي وادي الممبر اللي هو اي بي، ادي بي وادي اي. تعالوا نرسم الفري بادي دايجرام، نبدا بمين؟ بالتو فورس ممبر، وافرضه مشدود، يبقى ادي الاف اي بي وهنا برضو ادي الاف اي بي. خلي بالك ان الرياكشن عند الاي ايكوال الرياكشن اللي عند البي ايكوال الفورس اف اي بي، عشان لو طلب الرياكشن. طب نيجي لمين؟ الممبر التاني اللي هو بي سي، نقطة بي نرسمها العكس. ليه؟ لان البي ده انترميديت هنج، يعني مسمار رابط جزئين ببعض،
فلنرسمه هنا نعكسه هنا. يبقى انا هرسم اف اي بي بالمنظر ده، زاويته كام؟ 60 اهي مع الهوريزونتال، يعني هنا الزاويه دي 60. وفي هنا في فورس 2000 نيوتن. طب والسي؟ ده عنده سي اكس والسي واي لانه بن. انت قلت لي بعد كده ادرس البارت اللي عنده 3 انونز. الممبر اللي هو بي سي عنده السي اكس مجهوله والسي واي مجهوله والاف اي بي مجهوله. دول كام انون؟ دول 3 انونز. ماشي، يبقى ينفع ندرسه. هندرسه ازاي؟ عندي 3 معادلات، سيجما مومنت حوالين البن اللي هو سي ايكوال 0، ادي معادله. سيجما فورسز على الواي ايكوال 0 بوزيتيف لفوق. سيجما فورسز على الاكس ايكوال 0 البوزيتيف ناحيه اليمين. واضح ان الفورس اف اي بي مايله. يلا نعمل لها ريزوليوشن هنا. اف بي سي اف اي بي ساين 60، وهنا اف اي بي كوساين 60. انسوا المايله دي بقى، مش عايزينها. لما ناخد المومنت عند السي هنلاقي الألفين بتلف بلس في بعدها اللي هو 2، ادي البعد. بعد كده اف اي بي ساين 60 في بعدها اللي هو كام؟ اللي هو 4. كل الكلام ده ايكوال 0. من هنا الاف اي بي تطلع بكام؟ الاتنين دي مع الاتنين دي تفضل هنا 2، والساين بجذر 3 على 2. يبقى واضح ان الاف بي هتطلع بماينس 2000 على روت 3 ماينس، يبقى اندر كومبريشن. مضغوطه. طب السيجما فورسز على الواي، تعال نمشي من الشمال. ماينس اف اي بي ساين 60، بعد كده ماينس 2000، بعد كده بلس سي واي ايكوال 0. طب ما احنا جبنا الاف اي بي، يبقى هقول له ماينس، هشيل بقى الاف اي بي واكتب كام؟ ماينس 2000 على روت 3 مضروبه في ساين 60 ماينس 2000 زائد سي واي ايكوال 0. من هنا جبنا مين؟ جبنا السي واي، هتطلع يعني دي مع دي هتدينا 1000، يبقى تدينا 1000 نيوتن. ادينا جبنا مين؟ السي واي، وجبنا مين كمان؟ الاف اي بي. السي واي دي هي الفيرتيكال كومبوننت من الايه؟ من الرياكشن اللي عند السي. سيجما اف اكس عندي سي اكس بالبوزيتيف، وعندي ماينس اف اي بي كوساين 60 ايكوال 0. يبقى سي اكس ماينس ماينس 2000 على جذر 3 في كوزاين 60 اللي هي بهاف. كل الكلام ده ايكوال 0. طبعا الماينس والماينس تبقى بلس، فتروح هناك تبقى ماينس تاني، فتبقى السي اكس بماينس 1000 على روت 3. السي اكس دي اللي هي مين؟ السي اكس اللي هي الهوريزونتال كومبوننت. هنا بقى منلوش سي اكس سكوير زائد سي واي سكوير، لان هنا طالب الرياكشن هوريزونتال وفيرتيكال. الصيغتين اهم، الناس اللي بتقول الصيغ بتلخبط، هناك هات لي الفورس في البن، هنا قال لي هات لي الهوريزونتال والفيرتيكال ايه كومبوننت. مساله كمان بيقول لي اف ذا بيج ات بي، المسمار اللي عند بي از سموز. خلي بالكوا ان البي ده intermediate pin in slot. فاكرين الكولر
اهو ده كده ايه سلوت، كنا بنرسم الرياكشن نورمال للسلوت. عايز يعرف الرياكشن عند البن ايه، وعايز يعرف الرياكشن عند الفيكسد سبورت سي. ماشي، انت قلت لي اول حاجه دور على ايه، على تو فورس ممبر. يلا بينا نمسكها واحده واحده. الممبر اي بي عنده الرياكشن عند الاي، وعنده الفورس 900 المومنت 900، وعنده الرياكشن اللي عند البي، دول ثلاثة يبقى ما ينفعش. طيب تعالوا نمسك الممبر الثاني اللي هو بي سي، عنده الرياكشن عند البي تاني، والفورس 500، والرياكشن اللي عند السي، والمومنت اللي عند السي. ده كتير قوي، ده واضح ان المساله دي ما فيهاش تو فورس ممبر. طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، ارسم فري بادي دياجرام متفكك. يبقى احنا هنفك كل جزء لوحده، اهو ادي السي وادي البي والممبر الثاني اهو، ادي هنا ايه، وعند البي في ايه، في سلوت. لما نيجي نرسم الفري بادي دايجرام نبدا بالجزء اللي فيه السلوت. ليه؟ عشان نرسم الرياكشن نورمال على السلوت ديت. اهو بصوا، رسمت الرياكشن ار بي عامل 90 مع مين؟ مع المجرى. وكمل بقى، هنا في مومنت اللي هو 900 نيوتن متر، وهنا في رياكشن اي اكس واي واي. نيجي على المنبر الثاني، هاجي ارسم عكس بقى. بص انا رسمت الار بي اللي فوق، قام جاي هنا راسمها لتحت، لازم العكس لان ده انترميديت، اللي يترسم هنا يترسم عكس. وين وهنا في فورس 500، وهنا عند السي بقى في ايه، افتكروا كده معاه الفيكسد سبورت، عنده سي اكس وعنده سي واي وعنده مومنت نسميه ام 1 مثلا او ام وخلاص. بس خلي بالك، انت قلت لي في الخطوه اللي بعدها ادرس البارت اللي عنده 3 انونز. الممبر بي سي عنده سي اكس وسي واي وام 1 وار بي، دول اربعه. طب الممبر اي بي عنده 3، يبقى هبدا بالممبر اي بي. خلي بالكم لازم تمشي زي ما علمتك، لان انت لو لخبطت هتروح لمساله تانية خالص. يبقى انا هاجي كده اقول له ايه، ان انا هدرس الممبر اي بي. اشمعنى اخترت ليه الاي بي؟ لان عنده اي اكس انون، وعنده الاي واي انون، وعنده الار بي انون. يبقى دول كده كام انون؟ 3 انونز، ثلاث مجاي ينفع ادرسه. تدرسه يعني تعمل ايه؟ يعني اطبق سيجما مومنت عند البن اللي هو الاي واساويها بالزيرو، بعد كده سيجما اف واي ايكوال زيرو، ادي البوزيتيف بتاع الواي، سيجما اف اكس ايكوال زيرو، وادي البوزيتيف ناحيه اليمين. لما ناخد المومنت عند الاي، خلي بالك ان الار بي نورمال فمش محتاجين نعمل لها ريزوليوشن، راجعوا المحاضره اللي فاتت وانتوا تعرفوا اللقطه دي. يبقى الار بي هتتضرب في بعدها اللي هو كام؟ 800؟ لا احنا عايزينها 8 من 10 متر، يبقى تايمز 8 من 10. ال 900 ده مومنت، يبقى ماينس 900 لانها كلوك وايز ايكوال زيرو. من هنا جبنا قيمة الار بي انها بكام بقى؟ ب 900 مقسومة على 8 من 10، جبنا الرياكشن عند البي. سيجما اف واي وسيجما اف اكس لازم تعمل ريزوليوشن. بصوا هرجع بقى تاني في كلامي واعمل ريزوليوشن عشان الواي والاكس. طب اجيب الزاوية منين؟ قال لي الزاوية تحت اهي جيفن ب 45، يبقى الزاوية دي برضو ب 45 مع الفيرتيكال. يبقى لو حبيت اعمل ريزوليوشن الار بي هنا هتبقى كوساين، وهنا الار بي تبقى ايه؟ تبقى ساين. يبقى انا في الواي هقول ايه؟ ار بي مضروبه في كوساين 45،
بلس الاي واي ايكوال زيرو. من هنا جبنا قيمة الاي واي هتطلع بماينس 900 على 8 من 10 جذر 2 سيجما اف اكس. الفورس اللي على الاكس عندي اي اكس بالبوزيتيف، وعندي ماينس ار بي ساين 45. يبقى هنا جبنا قيمة مين؟ الاي اكس هتبقى ببلاس 900 على 8 من 10 روتو، لان الساين والكوزاين بتاع ال 45 1 اوفر روتو. يبقى انا كده جبت له الاي اكس والاي واي. هو كان عايز كومبوننت الرياكشن، يعني عايز يعرف الاي اكس بكام وعايز يعرف الاي واي بكام. المسألة خلصت؟ لا ما خلصتش، لانه لسه عايز يعرف الرياكشن عند السي. طب اعمل ايه؟ ما انا قلت لك ادرس البارت اللي عنده 3 انونز. تقول لي يا دكتور ما انا اللي على الشمال لقيتهم 3 لكن اللي على اليمين لقيتهم 4 فما عرفتش. لا ما خلي بالك، ما انت خلاص الار بي عرفت انها بتساوي 900 على 8 من 10. 900 على ايه؟ على 8 من 10. يبقى انا هدرس الممبر، خلاص بقى في عنده 3 انونز اهو، فانا هدرس الممبر اللي هو بي سي. بقى عنده كام انون؟ عنده سي اكس وعنده سي واي وعنده ام 1 اهو يا سيدي 3 انونز. ينفع يدرس بقى دلوقتي، لكن لو كنت بدات بيه مسالتك كانت المساله وقفت منك. يبقى لازم دايما نبدا بمين؟ بالبارت اللي عنده 3 انونز. ماشي، جبنا يا سيدي البادي ورسمناه. تعالوا نطبق الثلاث معادلات بتاعته. نطبق الايه؟ الثلاث معادلات بتاعته. الثلاث معادلات هما سيجما مومنت، سيجما واي، سيجما اكس. يبقى سيجما مومنت عند مين بقى؟ عند البن اللي هو سي. بعد كده سيجما اف واي ايكوال زيرو. بعد كده سيجما اف اكس ايكوال زيرو. يلا ناخد المومنت. يا دكتور ده في فورس مايل. ماشي يا سيدي، تعالى نعمل لها ريزوليوشن تاني. تاني الزاويه 45 مع الفيرتيكال، ادي ال 45. يبقى الار بي هتتجينا قيمه هنا وقيمه ايه؟ قيمه هنا. لما نيجي ناخد المومنت عند السي، السي اكس والسي واي والار بي ساين يطيروا، يتفضل مين؟ ام 1. هل كنا نغير لون القلم اهو ام 1. ومين تاني؟ طبعا انا رسم الام 1 عكس عقارب الساعه فهكتبها بوزيتيف. ال 500 يبقى بلس 500 في كام؟ في بعد عن السي اللي هو 6 من 10 متر، يبقى تايمز 6 من 10. الار بي كوزاين برضه هتلف بوزيتيف، يبقى ار بي كوساين 45 في بعدها اللي هو 1 و2 من 10، 6 و6. كل الكلام ده ايكوال زيرو، بقى القانون هنا هو الام 1 اقدر اطلعها. سيجما اف واي الفورس اللي على الواي عندي من الشمال كده بقى ماينس ار بي كوساين 45 ماينس 500. بعد كده بلس سي واي ايكوال زيرو. انت جبت الار بي هتحطها بكام؟ ب 900 على 8 من 10، يبقى القانون الوحيد هنا هو السي واي. سيجما فورس على الاكس، الفورس على الاكس هي سي اكس وفي بلس ار بي ساين 45. الكلام ده ايكوال زيرو. من هنا جبنا قيمه السي اكس وتبقى خلصت المساله. ليه خلصت؟ لانه هو كان طالب كومبوننت الرياكشن عند الاي اللي هو اي اكس واي واي، وكان طالب برضو كومبوننت رياكشن عند السي اللي هي سي اكس وسي واي وام 1. يبقى المساله دي زادت ايه عن المسائل اللي فاتت؟ ان ما كانش فيه تو فورس ممبر. طب اعمل ايه؟ فكيت الجزئين عن بعض. طب بعد ما فكيتهم قال لي ارسم الفري بادي دياجرام للبادي اللي عنده سلوت عشان ارسم الرياكشن نورمال للسلوت. بعد كده قمت عكسه في الناحيه الثانيه والبن سوري الفيكسد سبورت حطيت سي اكس وسي واي وعملت ايه؟ اخدت بقى
درست البارت اللي عنده 3 انونز اللي هو كان الاي بي، فجبت الار بي وكانت مشتركه مع الممبر الثاني فبقى عنده 3 انونز، برضه درسته ثاني بسيجما مومنت وسيجما واي وسيجما ايه وسيجما اكس. خلي بالكم انا كل شويه عمال انقل درجه الصعوبه شويه، يعني لو لاحظتوا معايا ان كان في مساله كان اهي اللي هي المساله ديت، الممبر اي بي ده كان ماله؟ كان تو فورس ممبر مفرود. اللي قبلها كان تو فورس ممبر ماله؟ عامل زاويه 90، ما فرقتش معايا. المساله الثالثه ما فيهاش اصلا تو فورس ممبر، طب فيها ايه؟ فيها سلوت. لما اجي ارسم الرياكشن رسمته نورمال للسلوت دوت. يبقى كل مساله بتقدم تكه جديده. نيجي للمساله اللي بعدها. المساله ديت لو بصيتوا لها هتلاقوها بتتكون من كام ممبر؟ 2، الممبر اي بي والممبر بي سي. ولاحظوا حاجه ان الفورس اليونت بتاعتها كيلو نيوتن، ما تحولهاش، سيبها كيلو نيوتن طالما كل الفورسز وحدتها كيلو نيوتن. انت عايز ايه في المساله ديت؟ بيقول لي ديترمن ذا هوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننت اوف ذا رياكشن عند البن اي والبن سي. يعني هو عايز يعرف الاي اكس والاي واي، وعايز يعرف السي اكس، ويعرف كمان السي واي. ماشي. واحد، انت قلت لي اول ستيب اعمل ايه؟ ستيب 1 قلت لي سيرش فور تو فورس ممبر. واضح ان هنا مفيش، لان الممبر اي بي عنده ار اي وار بي والاثنين، والسي عنده رياكشن عند البي ورياكشن عند السي، والفورس الواحد ونص. ده المساله دي ما فيهاش تو فورس ممبر. هي كمان الخطوه اللي بعدها قلت لي ارسم الفري بادي دايجرام فور اتش بارت ستارتنج ويز التو فورس ممبر اندر تنشن. طب هنا مفيش تو فورس ممبر، طب يلا نمسك كل بارت نرسمه، نرسمهم مفكوكين، يعني هرسم ده بعيد عن ده اهو. ادي الممبر اللي على الشمال، وادي الممبر اللي على ايه؟ اللي على اليمين. هنا ايه وهنا بي، برضو هنا بي وهنا ايه وهنا سي. تعالوا نرسم الفري بادي دايجرام. الممبر اي بي الاي ده بن، يبقى عنده اي اكس وعنده اي واي. بعد كده عندي فورس 2 كيلو نيوتن، والبي عندي بي اكس رسمته ناحيه اليمين، وبي واي رسمته لفوق. يلا بينا على الممبر الثاني. الممبر بي سي نقطه سي ده بن، يبقى عندها سي اكس وعندها سي واي، وفي هنا 1000 او 1.5 كيلو نيوتن. وايه كمان؟ قال لي وعندي عند البي ده انترميديت هنج، يبقى هنا بي اكس اهي ناحيه الشمال وبي واي لتحت. الخطوه الثالثه، انت قلت لي في الخطوه الثالثه study the part of three unknowns. هنا في مشكلة. ايه المشكلة؟ المشكلة ان هنا اربعة وهنا اربعة، يعني الممبر اللي على الشمال عندي اكس واي واي وبي اكس وبي واي اربعة، الممبر اللي على اليمين عندي سي اكس وسي واي وبي اكس وبي واي. ما لقيتش، لو ما لقيتش روح لستيب 4. ستيب 4 قال لي كومباين ذا بارتس تو درو الفري بادي دايجرام فور ذا فريم.
and search for three unknowns. ايه اللي انا كاتبه ده؟ تعالوا نجمع الجزئين دول مع بعض. هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان البي اكس طيارة البي اكس، والبي واي طيارة البي واي. اتفضل، السي سي اكس وسي واي، والاي اي اكس واي واي. وهنا في فورس 1.5، وهنا في فورس كام؟ 2 نيوتن. بعد كده دور على 3 unknowns. يا دكتور ما احنا برضو بعد ما جمعناهم هما 4 unknowns، السي اكس والسي واي والاي اكس والاي واي. خلاص ما تزعلش، تعال نروح لستيب 5. ستيب 5 بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي سيرش فور بوينت اوف 3 unknowns and study، او تعالوا كده نكتبها بلغة تانية، study the part of three unknowns sorry four unknowns four unknowns three of them، ثلاثة منهم concurrent at a point. concurrent يعني متقابلين في نقطة واحدة. تعالوا كده نمسكها واحدة واحدة. الممبر اي بي عنده كام انون؟ عنده أربعة. طب هل في نقطة بيعدي بيها ثلاثة انون؟ لا، لأن الاي بيعدي بيها اتنين بس، اي اكس واي واي، والبي بيعدي بيها اتنين بس، بي اكس وبي واي. طب تعالوا نمسك الممبر التاني اللي هو بي سي، نفس الكلام، السي بيعدي بيها سي اكس وسي واي، والبي بيعدي بيها بي اكس واي. مفيش، لا في. تعال روح معايا على الفريم. الفريم عنده 4 unknowns اي اكس واي واي سي اكس وسي واي. دول كام unknown؟ دول 4 unknowns. 3 of them concurrent at A or C. يعني الاي بيعدي بيها اي اكس واي واي وسي اكس. طب والسي؟ عندها سي اكس وسي واي، وعندها كمان الاي اكس. بس ادرس الفريم. ادرسه ازاي يعني؟ طبق بقى الثلاث معادلات. سيجما مومنت عند الاي ايكوال زيرو. لو اخدنا المومنت عند الاي، يلا بينا، هلاقي الاي اكس والاي واي والسي اكس طاروا. هيتفضل سي واي في بعدها عن الاي، خلي بالكوا دي ريديوس 1.5، يعني المسافه دي 1.5، من هنا لهنا برضه 1.5، يعني كلها على بعضها 3، يبقى السي واي في 3 بعدها عن الاي. ماينس 2 اللي هي 2 كيلو نيوتن في نص، لانها هتلف كلوك وايز. بعد كده ماينس 1.5 في كام؟ في بعدها اللي هو ب 1. كل الكلام ده ايكوال 0. من هنا جبنا قيمه السي واي، هتبقى 2 في نص ادي 1، وهنا ماينس 1.5 يبقى ماينس 2.5، تروح هناك يبقى 2.5 على 3. دي كده قيمة مين؟ السي واي. جبنا حاجة. سيجما فورسز على الواي. مين الفورس اللي على الواي؟ عندي اي واي، احنا لسه بندرس الفريم، محدش نظره يروح لمكان تاني، خلونا على الفريم. اي واي لفوق ماينس 2 بلس سي واي ايكوال 0. طب ما السي واي معانا ب 2.5 على 3، يبقى من هنا جبنا مين؟ قيمة الاي اكس. تعالوا كده نحسبها. اهو كام بقى؟ ماينس 2 بعد كده زائد 2.5 على 3، اديتنا يعني تقريبا كده هي ماينس 7 على 6، تروح هناك تبقى بلس، يبقى بلس 7 على 6. دي الاي واي 7 على ايه؟ 6. سيجما اف اكس ايكوال 0. مين الفورس اللي على الاكس؟ عندي اي اكس
وعندي الفورس اللي هي 1.5 وعندي بلس سي اكس ايكوال 0. دي معادلة بقى، لان انت لا عارف السي اكس ولا عارف الاي اكس، يبقى انا نجحت ان انا جبت السي واي وجبت الاي واي. طب بعد كده اعمل ايه؟ قال لي من ستيب 5 تقوم راجع على ستيب 3. من ستيب 5 تقوم راجع على فين؟ ستيب 3. خلي بالك ان انت عرفت الاي واي وعرفت كمان السي واي، فاصبح الممبر اللي على الشمال عنده 3 انونز والممبر اللي على اليمين برضه عنده 3 انونز. فقوم جاي امسك اي واحد منهم، مثلا الممبر اللي هو اي بي عنده كام انون؟ عنده اي اكس مش معروفه، وعنده بي اكس، وعنده بي واي، دول 3 انونز. طب يلا ايه رايكم؟ انا عندي حركه ذكيه قوي. تعالوا ناخد المومنت عند البي، احنا كده كده لازم ناخد المومنت عند البي عشان دول كام انون؟ 3 انونز، وفي 2 منهم عند البي. لما ناخد المومنت عند البي هلاقي ال 2 كيلو نيوتن اللي فوق دي تلف بلس في بعدها عن البي، المسافه ديت نص، يبقى اللي فاضل عن البي 1 يبقى تايمز 1. بعد كده عندي ماينس اي واي، عندي ماينس اي واي في كام؟ في 1.5 بعد عن البي. بعد كده عندي بلس اي اكس في كام؟ في بعد عن البي اللي هو برضه 1.5 ايكوال 0. الله، طب ما الاي واي معايا، يبقى جبت من هنا مين؟ جبت قيمة الاي اكس، جبت قيمة الاي اكس المعادلة اللي احنا مخزنينها. يبقى انا هاجي في معادلة 1 واحط قيمة الاي اكس اجيب السي اكس، يبقى انا كده جبت له الاي اكس وجبت له كمان مين؟ السي اكس. السؤال، هل بقى اكمل باقي المعادلات؟ تضيع وقت، تكملة المعادلات تضيع ايه؟ وقت، لان هو كان طالب اي اكس واي واي وسي اكس وسي واي. طب يا دكتور لو كان طالب البي اكس والبي واي كنت كملت، كنت طبقت بقى سيجما اف واي وسيجما اف ايه وسيجما اف اكس. يبقى المساله دي حطينا فيها كل الخطوات اللي ممكن تيجي عليها مساله الفريم، حتى انا لو تلاحظوا كتبتهم مره ثانيه. ادور على التو فورس ممبر الاقيه ازاي؟ عنده تو فورس. طب لو ما لقيتش ارسم فري بقى دايجرام لكل بارت. بعد كده في الخطوه الثالثه ادرس البارت اللي عنده 3 انونز. طب ما فيش، جمعهم ثاني وشوف الفريم فيه كام انون. الله، طب ده الفريم كمان طلع اكتر. قال لي في الحاله ديت تدور على بارت عنده 4 انونز، 3 منهم كونكرنت ات ا بوينت. فلقيت ان الفريم عنده نقطه A بيمر بيها اي اكس واي واي وسي اكس او سي. اخدت المومنت عند الاي، بعد كده واي، بعد كده اكس. السيجما مومنت طلعت لي السي واي، والسيجما اف واي طلعت لي الاي واي، والسيجما اف اكس طلعت لي معادله فيها الاي اكس والسي اكس مجهولين، رقمتها اديتها رقم 1. بعد كده رحت للممبر اللي بقى عنده 3 انونز اللي هو كان اي بي، ما انا جبت الاي واي، اخدت المومنت عند البي، عرفت اطلع قيمه الاي اكس، قمت واخد قيمه الاي اكس وحطيتها في المعادله اللي انا كنت راكنها، جبت قيمه السي اكس. انا عايز اقول لكم ملحوظه في منتهى الاهميه، من دلائل ان انت ماشي غلط في مساله الفريم ان انت تلاقي عندك معادلات كتير بتترقم وانت مش عارف تحلهم. اقصى عدد معادلات ترقمها في مسائل الفريم هي معادلتين، وتكون تاني معادلة بتتحل مع أول معادلة. لكن لو حضرتك لقيت نفسك معادلة رقم 1 مش عارفها، معادلة رقم 2 مش عارفها، معادلة رقم 3 مش عارف، بس يبقى أنت كده ماشي غلط. ترجع للخطوات الأساسية بتاعتنا. كده يبقى إحنا خلصنا موضوع الإيه؟ موضوع الفريمز، وأشوفكم إن شاء الله في مرات تانية في مواضيع تانية. سلام عليكم.